مشاهدينا بنرحب بيكم، حلقة جديدة وسر المهنة. مهنتنا النهاردة مهنة اعتقد ان مش كل انسان ممكن يقبل عليها الا لو كان حابب هذه المهنة. يمكن نتكلم على مهنة الكهرباء، ونتكلم ايضا على صيانة الكهرباء. اكيد محتاجة كورسات تدريب، محتاجة ان يكون اللي حابب هذه المهنة يكون لديه مواصفات معينة، او ياخد كم معين او عدد معين من الكورسات عشان فعلا يمارس موضوع الكهرباء او يعمل صيانة الكهرباء في منزله. النهاردة هنتعرف على سر هذه المهنة، هنتعرف على معلومات أكثر عن مهنة الكهرباء، هنتعرف على رأس المال المطلوب لإقامة مشروع مثل مشروع صيانة الكهرباء من خلال ضيفي الموجود معي النهاردة، دكتور مصطفى عبد السلام، مدير إحدى الأكاديميات المتخصصة في مجال الصيانة. أهلا بك يا دكتور اهلا معانا. بحضرتك. أهلا اهلا بك. بحضرتك. اهلا بك. عايزين بقى يعني الكهرباء دايما احنا بنقول من المهن الصعبة، من المهن اللي لازم نكون واخدين في اعتبارنا أشياء عديدة جدا، يعني من المهن اللي دايما كمان واحنا في البداية بيكون بيت بيتكون دايما بنقول لكل الاطفال ابعدوا عن الاماكن اللي فيها كهرباء، يعني من المهن بمعنى اصح اللي هي ممكن تكون فيها لازم يبقى فيها وقايه، انا باقي نفسي قبل ما ابتدي اعمل الصيانه او اخد بالي من الاشياء الخاصه بالكهرباء. فعايزين نبذه معينه عن هذه المهنه. طبعا هي الكهرباء مجال خطر، ده لا شك فيه يعني. تمام. واحنا بالنسبة للأطفال دايما بيبقى فيه كفرز بيتحط للبرايز في الحيطة على أساس الطفل ما يحطش بنسة جوه أو يحط حاجة ودي تؤدي ان هو يتكهرب يعني. المجال هو طبعا يعني مجال ظريف ومجال كويس، وده يمكن يفيد الناس في صيانة في المنزل، لو حصل عنده أي مشكلة في البيت يقدر ان هو يتصرف ان هو يعملها بنفسه، زائد ان هو ممكن ياخد المجال كمجال يتقوت منه يعني. لو هو حتى موظف ممكن بعد الظهر بيشتغل بارت تايم في المجال بيحسن دخله، تحسين دخل بتاعه يعني. تمام. طيب يعني الكهرباء محتاجة يكون حد دارس، يعني دايما بنشوف المدارس الفنية فيها أقسام خاصة بالكهرباء، هل محتاجة المتخصص ده يكون دارس، ولا ممكن يبقى حد هاوي عنده مثلا الأب أو الخال أو العم بيعمل في هذه المهنة وحابب إن يتدرب أو يعرف معلومات عنها وينزل سوق العمل؟ هو طبعا احنا ان شاء الله من خلال الكورس احنا بنؤهل الشخص العادي جدا، مش شرط ان هو يكون دارس او متخصص في المجال يعني. هو لو حضر معانا الكورس ان شاء الله هيقدر ان هو يخوض المجال ويشتغل فيه باذن الله. الكورس عبارة عن ومدته قد ايه وبيدرس فيه ايه؟ بيدرس فيه طبعا احنا بنبدأ معاه بتعريف الكهرباء، ايه هي الكهرباء، ايه هو التيار الكهربي، بنعرفه ايه هو الفولت، ايه هو الوات، ايه هو الامبير، بنعرفه بأجهزة القياس، المعدات اللي هو بيحتاجها في المجال يعني اللي هو يجيبها ويبدأ بيها المجال بتاعه إن شاء الله. تمام. طب نعرف بقى كل مشاهدينا في البداية يعني ايه كهرباء؟ الكهرباء طبعا هي عندي الكهرباء جزئين، في عندي كهرباء تيار دي سي اللي هو دايركت كارنت يعني تيار مستمر، وفي اللي هو الاي سي الالترنيتنج كارنت اللي هي الكهرباء العادية بتاعتنا اللي هي بتاعت المنازل. تمام. طبعا في فرق كبير بين الاثنين يعني. كهرباء الدي سي لما نيجي نقول التعريف بتاعها هنقول ان هي كهرباء بطارية السيارة مثلا، بطارية الموتوسيكل، الحجارة بتاعة الريموت، حجارة بتاعة الراديو، دي كل دي من انواع اللي هو الدي سي كارنت او التيار المستمر. اما الالترنيتنج كارنت اللي هو ال 110 220 380 اللي هي الكهرباء العاديه بتاعتنا بتاعت المنازل. فهو لازم يعرف الفرق بين الاثنين، وده طبعا هنقوله من خلال التعريف باجهزه القياس ازاي هيقيس التيار ده، وده مستخدم في ايه وده مستخدم في ايه. وحتى لو كان المتدرب ده ما عندوش اي معلومات عن الكهرباء، ان شاء الله يعني يعني حتى ان شاء الله المفروض احنا ان هو بنبدا يكون احنا جاي ما يبقاش عنده معلومات وانتوا هتعرفوها له، ولا ممكن يبقى عنده جزئية وتصححوها له لا مش وتفهموه شرط اكتر؟ يكون عنده باك جراوند، لا يعني مش شرط. هو احنا بنخاطب في الكورس الشخص العادي جدا اللي هو ما عندوش اي خلفيه عن المجال، لان بنبدا طبعا من ستيب باي ستيب كده، بنبدا من تحت الصفر زي ما بيقولوا، تمام. وبنبدا نطلع معاه واحده واحده يعني. الكورس يعني حوالي قد ايه مدته؟ الكورس بيكون شهر ان شاء الله، بيجي 4 ايام في الاسبوع. في شروط معينة لازم يكون مثلا حاصل على دبلوم او مثلا ثانوية عامة، مخلص ولا مخلص جامعة، ولا يعني ولا اي حد ممكن لا اي يلتحق حد، بس بالكورس هو ده؟ اي حد بس على الاقل يعني يكون معاه اعدادية على اساس ان هو في حروف انجليش يعني يقدر ان هو يعرفها يكون يعني. عنده لغة؟ لا مش شرط اللغة يعني، مش بس هو شرط. يعرف الحروف بس، الفا بيتا يعني بس. يعني حروف انجليش ولا انجليش. لازم يكون هو عنده مثلا الى حد ما يعني بيعرف يقرا.
يعني يعرف الحروف بس على اساس في اختصارات هندسيه كده، الاي سي الدي سي الكلام ده، يعني حتى لو كان يعرف اللي جاي ياخد الكورس ده مش متعلم ممكن يلتحق بالكورس. ممكن يلتحق بيه ان شاء تمام. الله. دكتور مصطفى نستأذن حضرتك ونخرج تقرير أعد لنا فريق برنامجنا عن التعريف بالكهرباء، ونرجع نستكمل حوارنا عن مهنة الكهرباء وعن سر هذه المهنة، ولكن بعد التقرير. الكهرباء من الأمور اللي لابد يكون عندنا إلمام جيد بيها، سواء عشان نعرف نتعامل معاها في منازلنا أو للراغبين في توفير لنفسهم فرصة عمل من خلالها. الدكتور مصطفى عبد السلام مدير إحدى الأكاديميات المتخصصة في الدورات الكهربائية، برحب بحضرتك. وبداية ادينا خلفية بسيطة عن الكهرباء، ايه هي الكهرباء وايه هي انواعها؟ وبالنسبة للكهرباء طبعا عندي هنشرح دلوقتي بالنسبة للكهرباء انواع الكهرباء، في عندي تيار اي سي وعندي تيار دي سي. التيار الدي سي دايركت كارنت يعني، وده الرمز بتاعه في المخطط الهندسي، عبارة عن خط تحت منه خط متقطع. ده تيار الاي سي alternating current، وده اللي هو الرمز بتاعه في المخطط اللي هي ساين ويف. ايه هو التيار الدي سي وايه هو التيار الاي سي؟ التيار الدي سي زي كهربة بطارية العربية، زي كهربة الحجارة. اما التيار الاي سي هو الكهرباء العادية عندي اللي هي 110 فولت 220 380. اما اجي اعمل كومبيرس بينهم او مقارنه بينهم، هيقول لك ان التيار المستمر الدي سي له قطبيه، بمعنى انه ليه موجب وسالب. التيار الاي سي ليس له قطبيه ولكنه طرفين. طبعا احنا بنشوف كلنا ان هو التيار عندي بيبقى طرفين، هنا بسميهم ال وان، ال اللي هي الفازه والان اللي هي نيوترال. طبعا احنا هنحاول نقول مسميات السوق برضو على اساس ان احنا بنخاطب العامة، مش بنخاطب ناس متخصصين او مهندسين فقط، احنا بنخاطب الشخص العادي علشان يكون عارف مسميات السوق. يعني هنا يقول لك مثلا الفردة الحية والفردة الميتة، ده اللي يقولوا عليها اللي هو الفنيين بتوع الكهرباء في السوق. ده بالنسبة للتيار الكهربي وتعريفه، يعني ان هو عندي نوعين تيار كهربي اي سي ودي سي. هنا لو بعمل مثلا توصيل من بيت لبيت، توصيل كهرباء، طبعا لما هاجي اوصل حسب بعد المسافة هيحصل عندي هنا لص او فقد في التيار. يعني لو انا هوصل من البيت ده 220 اي سي فولت للبيت دوت على بعد 500 متر، هيوصل التيار عندي هنا هيحصل لص او فقد، ممكن يوصل حوالي 210 اي سي فولت. الفقد ده نتج عن ثلاث عوامل اتحدوا مع بعض وشكلوا له الفقد دوت. اول عامل عندي هو طول السلك، تاني عامل قطر السلك، الديامتر بتاع السلك. انا عارف طبعا ان السلك لما يتخن مقاومته تقل، التيار الكهربي يزيد. اما السلك لو رفع مقاومته تزيد، التيار الكهربي يقل. يبقى اذا هنا العلاقة بين المقاومة والتيار الكهربي هي علاقة عكسية تماما. تالت عامل عندي هي خامة السلك، وانا عارف طبعا ان المعادن مش كلها جيدة التوصيل للتيار الكهربي بمقدار ثابت. انا عندي معدن النحاس هو اللي في الطب قوي جدا في التوصيل، بيليه على طول الالومنيوم، بيليه التنجستين، بيليه النيكل كروم، بيليه الرصاص، بيليه الحديد. الحديد هو أرضى انواع المعادن في التوصيل الكهربي. ده بالنسبة للمقاومة. وحدات قياس المقاومة عندي وحدات القياس، طبعا المقاومة بتتقاس بالأوم، هو أخذ حرف الأو في كلمة أوم وشكله للشكل ده، الشكل ده رمز للأوم. أما أشوف الشكل ده عندي، لازم نعرف الأشكال دي كويس يا جماعة، الرموز دي رمز الأوم، الرمز ده تيار الـ AC، الرمز ده اللي هو خط تحت منه خط متقطع ده تيار الـ DC دايركت كارنت. لازم اعرف الاشكال دي كويس لان هي موجوده عندي في اجهزه القياس، لما اجي استخدم اجهزه القياس هشوف الرموز دي ابقى فاهم دي ايه. وحدات قياس المقاومه عندي كيلو اوم، لان المقاومه بتتقاس بالاوم. الكيلو اوم فيه 1000 اوم، زي كيلو جرام 1000 جرام.
عندي بعد كده ميجا اوم، الميجا اوم هي 1000 كيلو اوم، عندي جيجا اوم هي 1000 ميجا اوم، ومؤخرا في عندي اللي هي التيرا اللي هي 1000 جيجا. دي وحدات قياس المقاومة. لو جيت اعرف الفولت، يعني هنا احنا قلنا حصل لوس نتيجة 3 عوامل حصل هنا اتحدوا مع بعض وعملوا مقاومة. اللص ده يعني هنا الفقد كان هنا التيار 220 اي سي وصل 210 اي سي، فقوة التيار كانت 220، قوته هنا ضعفت. اذا لما اجي اعرف الفولت برمز له بحرف الفي، الفولت هو قوة التيار، ده تعريف الفولت. عايز اعرف التيار وصل من الوحدة دي للوحدة دي في زمن قد ايه، هو طبعا بيقطع زمن، الزمن ده هو اللي بسميه امبير وبرمز له بحرف الاي. لسه معاكم مشاهدينا وبنتكلم عن سر مهنه الكهرباء مره تانية. برحب بدكتور مصطفى عبد السلام مدير احدى الاكاديميات. اهلا بيك يا دكتور أهلا معانا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. يمكن شفنا من خلال التقرير اللي عدوا لينا فريق برنامجنا، شفنا اشياء كتير خاصه بالكهرباء، شفنا تعريف الكهرباء يمكن حضرتك قلته في بدايه الحلقه، تمام. شفنا اجهزه القياس، شفت يعني مصطلحات ظهرت قدامنا، الفولت والوات، فعايزين نتعرف عليها اكثر من خلال وجودك معانا النهارده. هو طبعا دي الحاجات دي مهمة جدا للي هيشتغل في المجال، ان هو يعرف ايه هو الفولت، ايه هو الوات، ايه هو الامبير، ايه هي المقاومة، على اساس ان هو بيقدر بعد كده يحدد الديامتر بتاع السلك اللي هيشتغل بيه او قطر السلك اللي هيشتغل بيه، لان طبعا السلك كل ما الديامتر بتاعه بيزيد المقاومة بتاعته بتقل، الكهرباء بتزيد، الديامتر لو قل المقاومة بتزيد التيار بيقل، وهنا بنعرف ان العلاقة بين المقاومة والتيار هي علاقة عكسية. تمام. فطبعا الحاجات دي مهمة جدا في الشغل، ان هو لما يجي يشتغل في الصيانة يكون فاهمها كويس قوي. حتى لو ما كانش لديه معلومات ممكن يقدر يستوعب المعلومات دي عن طريق التدريب داخل الأكاديمية. تمام طبعا طبعا. التدريب نظري ولا عملي؟ لا طبعا هو بيبقى عملي بنسبة 80%. تمام. اكثر من ما هو نظري. تمام. تمام. يمكن بنجد ان شباب كتير بيتخرجوا او بيكونوا حابين يعملوا مشروع بيدرسوا، يعني حياتهم بدلا من البحث عن وظيفه، وممكن يعملوا مشروع خاص بالكهرباء. طبعا. ويتعامل ازاي وراس ماله ايه؟ طبعا هو بالنسبه يعني هو في فجوه كبيره بين مخرجات الجامعات وبين متطلبات واحتياجات سوق العمل. فطبعا احنا لازم نتجه للمهن التقنيه، ولازم نتجه للصناعه طبعا لانها الركيزه الاولى في لاي بلد. يعني هو طبعا لو بدا المشروع بتاعه بيحتاج راس مال يعني ما بيزيدش عن 150 جنيه، اعتقد ان ده في متناول الشخص العادي. يعني المعدات مش غاليه خالص، العده او الاجهزه اللي هيشتغل بيها رخيصه، ما هياش غاليه. يعني لو اتكلمنا مثلا عن الافوميتر اللي هو جهاز القياس، هنلاقيه بيبدا من 35 جنيه لحد مثلا 1000 جنيه، فهو ممكن هو يجيبها ب 35 جنيه هيشغله كويس ويشتغل بيه كويس. يعني دي الادوات اللي ممكن يجيبها وقت عمل المشروع. طبعا هو هيحتاج جهاز قياس اللي هو الافوميتر، هيحتاج الكلامب ميتر اللي هي بنسة الامبير، هيحتاج طبعا مفك تيست على اساس يفرق بيه بين النيوترال والفازة، هيحتاج بنسة عادية. طب ايه المهارات اللي بيحتاجها اللي هيقوم بمثل هذه المشروعات؟ هل في مهارة معينة بيحتاجها عشان يقوم بمشروع زي مشروع خاص بالكهرباء؟ طبعا لازم يفهم ايه هي الكهرباء وايه هي علاقة المقاومة بالتيار، على اساس يحدد الديامتر بتاع السلك اللي اشتغل بيه، يعني السلك كام ملي، يقدر يحدد المفتاح اللي هيركبه كام امبير على اساس اللود او السحب اللي عنده هيبقى قد ايه، يقدر يحسب الكلام ده كله. تمام. فطبعا احنا يعني بنوصله لدوت وبنديله القوانين اللي هو يحسب عليها يعني، وبنحاول ان احنا نقدم الموضوع بشكل مبسط جدا على اساس يكون في متناول الشخص العادي يعني. يعني احنا تمام. مش بنخاطب مهندسين او متخصصين في المجال. انا كنت لسه اسال بقى عن دور المدرب، يعني المدرب ازاي يكون مع المتدرب، ازاي بسط له المعلومه، ازاي يوصل له المهاره الخاصه بالكهرباء. هو احيانا ما بيكونش عنده اي معلومات عن هذه المهنه تحديدا، وبيكون في حتى خوف من مهنه الكهرباء ذاتها. طبعا هو يعني هنا المدرب لازم ان هو يخوض الموضوع عملي اكتر من نظري، لان الدرس لو جه يحضر نظري هيمل يعني. فاحنا طبعا من خلال ابلكيشنز بنعملها
لوحات كبيرة بنبدأ نعمل عليها الديزاين بتاعنا والتوصيل بتاعنا، وبنوريله ايه هي انواع المواسير، ايه انواع السلوك، ايه انواع المفاتيح، كل ده بنعرفه بيها عملي بحيث ان هو يبقى لامس الشيء يعني هو بيتعلمه. حضرتك يمكن قلت مدة الدورة شهرين، هل بيحتاج ان هو يستكمل دورة تدريبية مرة اخرى؟ لا لا ما بيحتاجش، ده يعني ما هي فيهاش. شهر واحد ممكن يبقى ينزل سوق العمل. كفاية جدا. ايه الاساسيات اللي ممكن يتعلمها في الدورة دي؟ ما هو الاساسيات طبعا، اللي هي اجهزة القياس زي ما حضرتك قلت والاساسيات بقى ازاي ان هو مثلا يعمل توصيل لشقة، يعني ازاي يقدر يعمل توصيل لشقة، وبرضه بنديله الرموز اللي هو تساعده في قراية الرسم الهندسي، ان هو مثلا تمام. لو في عنده رسم هندسي، مخطط هندسي لشقة، ازاي يقدر ينفذ الكلام ده. دكتور مصطفى، بندعو حضرتك لمشاهدة التقرير. هنشوف تقرير عن أجهزة القياس الخاصة بالكهرباء، ونرجع نكمل حوارنا عن سر مهنة الكهرباء، ولكن بعد التقرير. اتفضل. دكتور مصطفى، بعض الشباب بيرغب في بداية مشروع صغير متعلق بالكهرباء، كلمنا عن رأس المال المطلوب لبداية عمل مثل هذا، وأيضا ادينا خلفية عن الأدوات اللي بيحتاجها أي مبتدئ. تمام. هو المجال طبعا مجال كويس جدا وما بيحتاجش رأس مال كبير. المعدات المطلوبة عندي هي رخيصة جدا وفي متناول الشخص العادي. يعني لو جينا نتكلم عن المعدات المطلوبة، طبعا عندي أجهزة قياس لازم تكون معايا. الجهاز ده اسمه أفوميتر، وده بقيس بيه المقاومة، بقيس بيه التيار الدي سي والتيار الاي سي. عندي جهاز تاني بستخدمه اللي هو كلامب ميتر او بنس الامبير، هم قالوا عليها بنسة على اساس الحركة، ان هي فيها الحركة دي يعني. هنشرحها طبعا باستفاضة، ولكن هي بتقيس الامبير، وبرضو ممكن ان انا احط هنا مقاسين ممكن اقيس منها برضو فولت او اقيس المقاومة. بالنسبة لأجهزة القياس، أنا عندي جهاز، الجهاز ده اسمه أفوميتر. الأفوميتر طبعا في عندي هنا أكتر من مدخل. أنا عندي في المجال أي نقطة مشتركة مع أكتر من نقطة بسميها كومن. هنا هو عمل لك خط من هنا للنقطة دي، وخط للنقطة دي، وخط للنقطة دي. إذا النقطة دي مشتركة مع 3 نقط فكتب عليها كوم، اختصار كومن. الكومن اما اجي اوصل مقاسات القياس بحط السالب هنا في الكومن، الموجب ببدأ انقله حسب الحاجة اللي انا بقيسها، سواء هنا او هنا او هنا. لو انا هقيس فولت او مقاومة يبقى هحط هنا في الفولت والاوم، الرموز هي اللي قلنا ان احنا نحفظها موجودة، فبحط هنا في الفولت والاوم. عندي المؤشر بتاعي هنا يعني شغل الجهاز. هنا أول حاجة عندي البزر. البزر هو بيقيس حاجة في حدود 100 أوم، يعني مقاومة صغيرة جدا، وهو كمان بيعمل صوت. يعني لما أجي ألمس كده المجسات مع بعضها، مفروض إن أنا قبل ما بشتغل بختبر الجهاز بتاعي شغال ولا لأ. هنا عندي السكيل بتاعي أو التدريج بتاعي بيبدأ بالبزر، والبزر هو أقل من 200 أوم. بشغل الجهاز بتاعي. لازم اعمل الحركة دي اختبر، لان هو بيدي صوت بزر اهو لما لمس المجسين مع بعض، عشان اتأكد ان الجهاز بتاعي اوريدي شغال مفيهوش اي مشكلة، متوصل تماما. اما باجي اقيس بقى الاوم، وادي رمز الاوم بالاخضر عندي اهو، بادئ هنا لما اعلى كده بادئ 200 أوم، 2K يعني 2 كيلو أوم، 20K يعني 20 كيلو أوم، 200 كيلو أوم، 2M يعني 2 ميجا أوم، 20 ميجا أوم، 200 ميجا، وده آخر التدريج بتاع المقاومات. بعد كده بيدخل على التدريج الأبيض دوت. التدريج الأبيض طبعا هو عندي هنا الرمز أهو، كاتب V يعني فولت، وفولت دي سي يعني تيار مستمر، والرمز بتاعه هو عبارة عن خط تحت منه خط متقطع زي ما قلنا.
بادئ هو ب 200 ام، يعني 200 ملي فولت دي سي، بعد كده 2 فولت دي سي، بعد كده 20 فولت، 200 فولت، 100 فولت دي سي. انتهى هنا التدريج بتاع الفولت الدي سي. بلاقي التدريج الاصفر ده برضو في، والساين ويف اهي اللي هو علامه الترنيتنج كارنت او اللي هو التيار المتردد، برضو هيبدا معايا من تحت هنا. هلاقي 200 اوم 200 ملي سوري 200 ملي فولت، بعد كده 2 فولت، 20 فولت، 200 فولت، 750 فولت. ده اللي هو بيخصني، اللي انا بشتغل بيخص كهرباء تركيبات او كهرباء المنازل، اللي هم الثلاث اجزاء دول: المقاومه، التيار المستمر، والتيار المتردد. لما هاجي اقيس التيار، في قاعده بتقول ان لازم اخلي جهاز القياس عندي اكبر من الحاجه اللي انا بقيسها. يعني هنا لو انا عايز اقيس الكهرباء عندي 220 مثلا، ما ينفعش ان انا اقف هنا على 200 واقيس، يبقى كده هضر الجهاز وهيتحرق مني. فمفروض ان انا بجيب اعلى سكيل عندي، اعلى تدريج اللي هو 750، وهبدا اقيس زي ما احنا شايفين دلوقتي. هبدا اقيس الكهرباء الطرفين هنا، بدا الجهاز يقيس. طبعا هو مش 241 لان في تولرانس طبعا تفاوت، والاجهزه طبعا، لان الجهاز ده سعره في السوق حوالي 35 جنيه، فهو جهاز رخيص، لكن الاجهزه الدقيقه جدا بتكون معديه طبعا، ولكن يؤدي الغرض. يعني انا كده عرفت ان هنا في كهرباء واصله او مفيش كهرباء واصله. بالنسبه للبزر على المقاومات، انا ما بحتاجش اقيس مقاومه في وجود تيار كهربي نهائي، يعني المقاومه ما بتتقاسش في وجود تيار كهربي. يعني البزر هو بيقيس موصلات، بمعنى ان انت عندك مثلا الفيشه دي في البيت، الفيشه مثلا ممكن الجهاز يكون مش شغال، يكون العطل في الفيشه مش واصله، ممكن يكون سلك مفكوك من المسمار هنا، ممكن السلك نفسه يكون مقطوع من جوه، مقطوع من المعدن والبلاستيك سليم. فعندي البزر هنا، بقف على الطرف دوت والطرف الثاني من السلك وببدا اقيس. لو هو ما ادانيش بزر يبقى مش الفرده دي، بشوف الفرده الثانيه، السلكه الثانيه كده. ادى فعلا بزر، معنى كده ان الصباع ده متصل لحد النقطه دي وهي السلكه دي. لسه بنتكلم معاكم عن سر مهنه الكهرباء مره تانية. برحب بدكتور مصطفى. اهلا بيك يا دكتور. أهلا مره تانية. اهلا بيك. اهلا بيك. يمكن عايزين نتكلم على الانسان العادي الطبيعي في بيته، اكيد بيتعرض لاشياء كتير خاصه بالكهرباء في منزله عن طريق تركيبات معينه. هي طبعا مش مهمته انه يقوم بعمل التركيبات في بدايه تكوين الشقه بشكل عام، ولكن بيتعرض ان هو ممكن تبقى في حاجات خاصه يعملها، حاجات بالكهرباء. ايه ما يؤخذ في الاعتبار للتعامل مع الكهرباء في البيت؟ هو طبعا لازم يكون في حرص شديد، ولازم يكون معاه مفك تيست، على اساس مفك التيست يبين له الفازه فين، لان طبعا لو لمس الفازه وهو واقف على الارض هيتكهرب. احنا بنقول ان هو في سيفتي شوز، او يا اما ممكن يقف على اي حاجه خشب، يعني كرسي خشب او حاجه تعزله عن الارض بحيث ان هو ما يتكهربش. تمام. لو لمس الفازه بايده يعني. طبعا لازم الدايره تكون اوبن سيركت، يعني ما تكونش كلوز، ما تكونش الدايره مقفوله، تكون دايره مفتوحه. وده طبعا بنعرفه من خلال الكورس ايه هي الاوبن سيركت وايه هو الكلوز سيركت يعني. بس هو ياخد في الاعتبار، يعني يكون حريص جدا ان هو ما يلمسش السلك بايده وهو عريان يعني. وده مهم جدا ان يكون واقف على حاجه خشبيه، عازل عن الارض، يعني حاجه خشب. ده في اي شيء خاص بالكهرباء داخل المنزل. بس طبعا ما يقفش على حاجه خشب ويمسك النيوترال والفازة مع بعض، هيتكهرب برضه. يعني هو بيمسك فرده واحده وهو واقف على الخشب يعني. تمام. ده دائما ما يؤخذ في الاعتبار. طيب راس المال المطلوب لعمل مشروع مره ثانيه دكتور مصطفى؟ هو طبعا لا يتعدى ال 150 جنيه باي حال من الاحوال، يعني مش يعني مبلغ بسيط ممكن اي شاب يقدر يبتدي بيه. ممكن يقدر يبتدي بيه، وممكن بيجيب المعدات دي جزء جزء، حاجه حاجه، يعني مش لازم ان هو يجيبهم كلهم مره واحده. يعني بيجيب اللي بيشغله وبيبدا يكبر ان شاء الله. طب حضراتكم في الاكاديمي بتساعدوهم ان هم ازاي يبتدوا مشروع خاص بيهم؟ يعني لو حبوا يعملوا مشروع يبتدوا ازاي عشان يقدروا، يعني بمعنى اصح يبقى فيه دايره عمل يكسبوا؟
طبعا. بتعلموهم واحنا ازاي يبتدوا المشروع ده؟ طبعا احنا بنوجهه وبنعمل له كمان دراسة جدوى وبنقول له يبدأ ازاي، يعني بعد ما بيخلص كورس دايما بنقول له بيبدأ ازاي، وبننبهه لنقط ان هي ممكن النقط دي تأثر على بدايته، ان هو ازاي يبدأ صح يعني كبداية صح. وبنرجع بعد كده بنتابعه برضو بعد ما بيتخرج، بيكون في متابعة بنقف جنبه بحيث ان هو لو قابلته اي مشكلة بيلجأ لنا بنحلها له يعني ان شاء الله. وهو كده يعني زي ما قلت لحضرتك مدة الكورس هي شهر واحد، مش محتاج حاجة تانية اكتر من كده، ومن لا حقه ان هو خالص. ينزل سوق العمل. ايه يعني الاماكن اللي ممكن يعمل فيها بعد اكتسابه الكورس او معلومات عن الكهرباء هو ممكن يفتح مشروع خاص زي ما احنا قلنا؟ ممكن يفتح مشروع خاص بحيث ان هو يشتغل بيه يعني يتقوط منه. طب هل ممكن يقوم بعمل صيانة في المنازل ويبقى طبعا ده مشروع ايضا؟ ما هو بيعمل مشروع على اساس ان هو بيعمل صيانة للكهرباء في المنازل او بيعمل تركيبات جديدة يعني ان شاء الله. دي اهم المهن اللي ممكن يعملها بعد اخده اللي هو الكورس الخاص بالكهرباء. ان شاء الله. تكلفة الكورس بتبقى ماديا حوالي مثلا ولا هي لا هي اسعار بسيطة؟ مش غالية يعني، هي تقريبا 500 جنيه حاجة زي كده في تمام. الرينج ده يعني. ومنها بيتعلم عملي ونظري ان هو يكون مؤهل لسوق العمل بيشتغل سواء كان عملي. بمشروع خاص بيه او يتقدم لاي مهنة خاصة بيه تركيبات الكهرباء. طبعا، وبيشتغل عملي بنسبة 80%. العملي داخل الاكاديمي ولا بيمارس عندنا داخل داخل الأكاديمية. الاكاديمي؟ تمام. دكتور مصطفى عبد السلام مدير احدى الاكاديميات المتخصصه في مجال الصيانه، شرفتنا ونورتنا، شكرا ليك. ربنا يخليك، شكرا. دي كانت مهنتنا النهارده، مهنه الكهرباء اللي اتكلمنا فيها عن سر كبير جدا من اسرارها. لسه معانا مهن كتيره نتكلم عن اسرارها، انتظرونا في حلقات قادمه وسر المهنه.